هذا مدخل شارع الأربعين بتكريت، متنزه نافورة الشلال مشهور. هذا مدخل تكريت، هذا يعني بفضل الله افتريت خير من الله دول العالم. وبداخل العراق مناطق شمالية كردستان مناطقنا، فشفت انه اسوي هاي بداية الشارع انه شيء مرتب بين قهوة بين شاي على الخشب، يعني مو على الفحم، على الخشب بالضبط اللي مقبول هنا ومرغوب عندنا هنا. أنا سألتني على عمري، عمري تقريبا ما قارب 50 سنة، بفضل الله من زوجي 3 نسوان، هاي يعني حلوة هاي. فمرتب شغلي هنا مدخل تكريت بشي نظامي، مو شي عشوائي، أو شاي قهوة شلغم لبلبي الباقلاء الإذرة خالد أبو وليد. الفحم يعتبر أنه بس وسيلة حرارة وبس، ولكن على الحطب الطبيعي الخشب حتى يعطي نكهة للشاي. يعني الأغلبية يعرفون، كل مناطق العراق يعرفون أنه شاي الخشب اللي فرق به، يعني بالعامية شاي الخشب بنكهة، نكهة خاصة. عندي مسافة الجامعة، المجمع السكني مال الجامعة ما يقارب 10 كيلو أو 11 كيلو خارج تكريت. عندي يوم الشهامة، عندي أطراف تكريت، يجوني من منطقة القادسية من الشهداء، من داخل تكريت. للعلم اكو محلات يبيعون شاي ولبلبي، ولكن عندي زباين خير من الله. بدايه العمل ابدي من الساعه 10 الصبح، احضر اجهز ارتب، تعرف انه التعزيل يصير الساعه 2 بالليل، يصير تنظيف وشغلات، انظف وكمل انام، فارتاح اقعد بال10 الصبح اجهز، ابدي اجهز عملي من شاي، من اجهز اللبلبي، اجهز الشلغم العرنوس، يجيني الولد اللي وياي بالقهوة يجهز القهوة، القهوة الشوكليتية، القهوة الحلوة المرة، يجي بالشاي همين يجهز شغلة. شباب عندي هنا يشتغلون وياي، شباب خوش شباب، يعني شباب نشطين زينين، وعندي الزباين وأصدقائي ويجون وياي ويقفون ويقعدون وياي.